مشاهدينا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعتبر سلالة فيروس كورونا الهندية دلتا بلس متحورة مثيرة للقلق بسبب سرعة انتشارها، ويتزامن هذا مع دراسات لمعرفة ما إذا كانت السلالة أكثر فتكا. عن مدى خطورتها وفعالية اللقاحات يحدثنا الدكتور عامر السيد الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين ومساعد البروفيسور في جامعة سينسيناتي مباشرة من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. صباح نور دكتور. صباح النور منى، كيفك؟ أهلا بك معنا دكتور. بداية، دفع الانتشار السريع لسلالة دلتا العديد من البلدان إلى فرض قيود جديدة وإعادة تشديد إجراءات التباعد وغيره. ما هو الواقع الصحي في أوهايو اليوم؟ بصراحة واقع لحد الآن مقبول جدا مقارنة بالأشهر الماضية، يعني أعداد الحالات بالمئات كل ولاية أوهايو بالوقت الحالي خلال الشهرين الماضيين لهلأ، مقارنة بعشرات الآلاف من 5 شهور 6 شهور. طبعا هالشيء يعزى لانتشار اللقاح بشكل كبير بولاية أوهايو، وهذا الشيء طبعا لحسن الحظ عكس على المستشفيات. يعني هلا بالمستشفى اللي انا بشتغل فيه عدد الحالات يمكن اعداد فرديه بكل المستشفى. نعم، حاله كثير منيحه هلا. دكتور عامر، دلتا بلاس هي رابع سلالة تعتبرها منظمة الصحة العالمية متحور مثير للقلق، لماذا؟ في هاي السلالة بشكل عام، يعني هلا في الفا بيتا جاما دلتا. دلتا هي من اكثر الفيروسات المتحورة مقارنة بالفيروس الاصلي، قابلية الاعداء تبعها كثير عالي مقارنة، يعني انتشار المرض بيكون اسرع من انتشار الفيروس الاصلي اللي هو بالاصل سريع كثير مقارنة بالانفلونزا وبالفيروسات الثانية. فهي واحد. اثنين، قدرة الفيروس على دخول الرئة واحداث الالتهاب قدرة اكبر، و يعني اللي ما عنده لقاح احتمال دخول المستشفى بيكون اكبر من الاحتمال مقارنة بالكوفيد الاصلي. فهي طبعا مثيرة للقلق، وهذا الشيء طبعا نتج هي يمكن بديت بالهند وانتشرت هلا يمكن حوالي 100 بلد بالعالم نتيجة الانتشار الكبير اللي صار بالهند من كم شهر. فيا للأسف مثيرة للقلق بشكل كبير. نعم، يعني دكتور عامر، عندما تقول أسرع، يعني لأي مدى أسرع؟ يعني نتحدث، سمعنا أن 15 ثانية كافية لكي يلتقط الإنسان الفيروس، هل هذا صحيح؟ طبعا طبعا. هلا من ناحية الثواني يمكن شوية تكون دقيقين موضوع الثواني، بس يعني خلينا نقول إذا يعني somebody sneezed يعني عطس، ف احتمال انه مثلا خلينا نقول بالكوفيد الاساسي احتمال ينصاب حوالي 4 من 10، احتمال هذا الكوفيد دلتا بلس حيكون شويه اكبر. هلا ما اظن ممكن نعرف بالضبط العدد، بس احتمال الانتانيه اكبر، والاحتمال حتى لو انصاب بالمرض احتمال انه تدخل على المستشفى تكون اكبر، طبعا الوفيات حتكون اكثر كنتيجه. نعم دكتور عامر، يعني هناك أسئلة كثيرة عن الدلتا بلس تحديدا، يعني هل صحيح أنه البي سي آر ممكن أيضا أن يظهر يعني نتيجة سلبية إذا كان الشخص مصاب بالدلتا؟ ما أظن هالحكي دقيق، أظن بيضل بوزيتيف. هلا طبعا في البي سي ار هو الادق في يعني ممكن السريع، يعني حتى الكوفيد الاصلي ما يكشفه، فالبي سي ار بيكشفه.
بس هل هو كوفيد الاوريجينال ولا الفا ولا بيتا ولا دلتا؟ هذا بده بعض الدول، يعني مثلا امريكا وعده دول باوروبا واظن بالهند كمان، فبيعملوا اختبارات دقيقه، يعني مو بس كوفيد وخلص. فشو نوع الكوفيد؟ في دول ثانيه ما بتعمل هالشيء، يعني هالشيء بده بيكلف اكثر وبيطول اكثر، ويعني هذا تقريبا مثل مشافي الابحاث او الدول اللي بتهتم بالابحاث إلى فائدة تعرف شو نوع الكوفيد. فهلأ الكوفيد نهتم بالموضوع، فعم نقوله 100 دولة صابت كوفيد دلتا بلس، بس أنا برأيي هو منتشر، ممكن يكون بكل دول العالم، بس بعض الدول ما بتعمل التحاليل اللي دقيقة اللي بتعرف شو نوع الكوفيد. بس أظن الكوفيد، التحاليل الكوفيد البي سي آر العادية بتكتشفها. نعم، يعني أسئلة كثيرة طبعا عن هذا الموضوع. ماذا عن فعالية اللقاحات ضد السلالات المتحورة التي نشهدها كل فترة دكتور؟ لحسن الحظ أنه لسه فعالة. نعم. فعاليتها مو بالكفاءة اللي كنا نسمع فيها 95% أو حتى أكثر بالكوفيد الأساسي، بس الكوفيد دلتا بلس الفعالية بتنزل شيء بسيط لحسن الحظ 85%، بس حتى ال 15% البقيانين يعني نسبة الوفيات كمان أقل. المشكلة مو باللقاح، اللقاح فعال بنسبة أقل بس فعال، بس المشكلة باللي ما عنده لقاح وجات كوفيد دلتا بلس، هون المشكلة بتصير. نعم، هذا الشيء يعني حتى بصير مشكلة. أنا برأيي هذا مشكلة حتى للي عنده لقاح، لأنه هلا أوكي كوفيد دلتا بلس برأيي أوكي، يعني اللي عنده لقاح ممكن اللقاح يكون فعال، بس ممكن يطلع دلتا بلس 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 بالمستقبل إذا الفيروس انتشر، ويعني مثل ما صار دلتا بلس ممكن يصير مليون دلتا بلس وأنواع تانية، وممكن ما تكون اللقاح اللي عنا هلا فعال. هذا الشيء داعي للقلق بشكل كبير، بس لحد الآن اللقاح فعال. نعم، يعني رح كمان أسألك الأسئلة اللي تطرحها معظم الناس، هل من لقاح فعال أكثر من لقاح آخر وممكن أنه يغطي الدلتا بلس؟ سؤال شوية صعب. بعرف يعني دكتور، بس بالفعل يعني كتار كل يوم، يعني معظم الأشخاص تطرح هذه الأنواع من الأسئلة. هلأ اللقاحات يعني عم بحكي بشكل objective، يعني مو أنه طبعا ما حدا بيدفع لي فلوس على أي شركة. لا أكيد. بس فايزر وموديرنا هن من اكثر اللقاحات الفعاله، بعدها بيجي جونسون اند جونسون، جي ام جي، واسترازينيكا اتسترا. فما عملوا دراسات دقيقه، بس يعني انا برايي فايزر وموديرنا وممكن استرازينيكا وجي ام جي بيجي مرتبه رابعه، وباقي اللقاحات الموجوده في اكثر من لقاح صيني ولقاح روسي فعاليتهم اقل بشكل عام. بس يعني انا برايي انه اللقاحات كلياتها منيحه، شو متوفر عندك خود اتس اوكي. بس هذا الشيء كويس لحد الان، بس ممكن بعد شهر شهرين او حتى سنه، يعني عم نعيش نحن مع فيروس كورونا، ما اظن حيخلص الفيروس ويروح خلال اشهر او حتى سنه سنتين، فممكن هالشيء يتغير واللقاحات ما تعود. بس لحسن الحظ كمان انه الشركات اللي عملت اللقاحات عم تدرس دلتا بلس، وحتى هلا عم يعملوا البوستر اللقاح الزياده هذا الثالث خلينا نقول لحتى يجدد المناعه، عم يدرسوا انه يعملوه خصيصا تجاه دلتا بلس. نعم دكتور، سريعا وفي هذا الإطار، يعني معظم الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس أظهروا استجابة مناعية قوية عن تلقي جرعة واحدة من اللقاح، يعني كمان سؤال، هل ممكن أن تكفي جرعة واحدة من اللقاح لحماية المتعافين من الفيروس؟ ممكن، بس انا برايي ليش، يعني اللي مدروس انه خذ لقاحين
يعني هذا الشيء ما درس بشكل علمي انه لقاح واحد بعد المتعافين يعني منطقيا بيحمي، بس ليش لا ناخذ ال 70% مثلا خلينا نقول مقارنه بال 95؟ انا برايي 95 احسن. نعم، شكرا على كل هذه المعلومات، شكرا على هذه المشاركة الدكتور عامر سيد الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين، كنت معنا مباشرة من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا، شكرا منى. شكرا دكتور. مشاهدينا فاصل ونعود مع مشاكل النوم لدى الأطفال، ابقوا معنا.